السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إن شاء الله بخير. أطلع عليكم من المقطع هذا عشان أفيدكم من القناة هذه، راح أتركها فحصل عليها سترايك القناة هذه، وطول حقيقة سترايك هذا، فحاولت أتواصل مع الشركة اليوتيوب، أفادوا أنه كل شيء يتصلح إلى خطأ هذا يعني، فراح اخليها القناة هذه شغالة، وراح انتقل القناة الثانية. اي شيء جديد راح ينزل في القناة الجديدة، راح اخلي لكم الرابط تحت، اضيفوني وكمان في السناب اللي تابع يومياتي، وفي الانستغرام اللي تواصل معاي، والتويتر راح احط كل الرابط تحت، فاضيفوني واستناكم في القناة الجديدة. بيس.